السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيت لكم في فيديو جديد. ووصفتنا النهاردة هتبقى تتبيلة المشويات، هتعجبكم اول ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. دلوقتي هنجيب بقى طبق فاضي ومعلقة كبيرة، ونجيب معلقة من الكوبيبة الصيني اهي، بتبقى شكلها عامل كده اهي، يا رب تكون باينة. هنحط معلقة منها ومعلقة كبيرة بصل بودر، معلقة صغيرة، لا البصل معلقة صغيرة، معلقة صغيرة بصل بودر. الخلطة دي يا جماعة حطوها على اي مشويات هتعجبكم قوي، فراخ بقى لحمة واحنا بنحب الشوي. ومعلقة توم بودر صغيرة برضو، كله كده مع بعضه. بعدين هنجيب بابريكا اهي، ونحط برضو منها معلقة، حط حبة كمان. ونحط معلقتين فلفل اسود بس مش مطحون، حصى، لان كل ده هيتطحن في الاخر مع بعضه. هنحط الفلفل الاسود، الحاجة الوحيدة اللي هتبقى معلقتين، معلقتين اهم. وبعدين هناخد شوية ورق لورا، حبة قد دول كده، حطهم برضو. وثلاث معالق بقدونس مجفف، ده انت بتجيبيه وبتقطفي الورق بتاعه وتحطيه وتغسليه كويس وتحطيه على حاجة على قماشة ينشف خالص، وبعدين تشيليه. حلوة قوي في الخلطات كده. دول ثلاث معالق. وهنحط ربع معلقة قرفة، ربع يا جماعة، مش كتير كده. شفتوا الحبة قد ايه؟ بصوا حاجة لا تذكر، بس بتدي ريحة وطعم فظيع في التتبيلة. وهنجيب حبهان وهنحط منه حوالي 7 وحدات 8 كده يعني، لان ده كتره برضو بيمرر الاكل. وهنجيب ملح الليمون اهو، بيبقى شكله عامل كده اهو. وهنحط برضو منه ده ربع معلقة، ربع معلقة بس كده. هي دي كل الخلطة، هيبقى معلقتين فلفل ومعلقة كوبيبة صيني وثلاث معالق بقدونس مجفف ومعلقتين، معلقة برضو بابريكا ومعلقة صغيرة قرفة وتوم، قصدي توم بودر وبصل بودر، الاتنين دول معلقة صغيرة، وشوية ورق لورا وحبهان 7 8 كده مش كتير، وربع معلقة قرفة وربع معلقة ملح ليمون. كل ده هنخلطه بقى مع بعضه وهنحطه في كبة الخلاط وهنطحنه كله لا بس قبل ما هنطحنه هنحطه على النار، هنحمره كل ده، نديله تشويحة كده على النار، وبعدين كله على بعضه، مش كل حاجة لوحدها، لا هتحطيهم كلهم على بعض في طاسة وتحطيهم على النار، وبعدين هتطحنيهم كلهم، هطحنهم بقى، حمرهم الأول وبعدين اطحنهم وارجع لكم. خلاص كده، بعد ما انا حمرته سبته يبرد وبعدين ضربته في الكبة. بصوا بقى عامل ازاي، اهي الكمية اللي انا قلت لكم عليها، هي هتطلع لكم الكمية دي كده، وهتقضيكم حبة حلوين يعني. دي تحطيها بقى على لحمة مشوية، على فراخ مشوية، على ما عدا الكفتة، دي مش خلطة كفتة، دي خلطة فراخ او لحمة هتشويها. حطيها وجربيها ومش هتندمي. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وهعمل لكم سلسلة خلطات من دي كتير بقى، هعمل لكم بتاعة الكفتة وحاجات تتبيلات تانية كتير، بس في فيديوهات تانية. متنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. باي باي.